مرحبا بكم، كيف الحال يا أعزائي؟ اشتقت إليكم. هل رسمتم الطائر في المرة السابقة بشكل جميل؟ أنا سعيدة حقا بكثرة أصدقاء الدب، هل أنتم سعداء كذلك؟ هل تتطلعون لما سيحدث مع الطائر وأصدقائه؟ هيا ننطلق معا في رحلة قصتنا لنعرف. الدب كان يريد تقديم بيته للأصدقاء، فقال الدب: هيا نذهب لنلعب في بيتي، بيتي هو تلك الغابة الموجودة هناك. فأجاب السنجاب: يا سلام، هل ذلك المكان هناك كله بيتك؟ حقا أريد أن أذهب إليه بسرعة. وذهب الدب والسنجاب والطائر للغابة ودخلوها. واو، بيت الدب هو الغابة، يجب أن نرسم الغابة معا. هيا نجهز الأوراق الملونة أولا. سأجهز 1 2 3 4 5 خمسة ألوان. هيا جهزوا الألوان التي تحبونها. أولا نقلب الورقة الحمراء، ثم نرسم خطا هنا هكذا، ونحاول قصه بالمقص هكذا. استخدموا المقص بحذر كي لا تجرحوا أنفسكم. نعم، قصصناها هكذا، وبتجميعها هكذا تصبح مثل جذوع الشجر. وبنفس الطريقة سنحاول قص الأوراق الملونة الأخرى. قصصنا ألوانا مختلفة هكذا. ثم نحاول وضع الصمغ على الجانب الخلفي للأوراق. افتحوا غطاء عبوة الصمغ ثم ضعوه هنا. بعد وضع الصمغ، ألصقوا الأوراق الملونة في المكان الذي تحبونه فوق ورقة الرسم. بالمثل الأوراق الأخرى أيضاً، نضع الصمغ على الجانب الخلفي ثم نلصقها في المكان الذي نريده. نلصق اللون البنفسجي أيضاً. واللون الأسود أيضاً، ثم أخيراً نلصق اللون الأزرق بعد وضع الصمغ. وهكذا لصقنا خمسة ألوان بعد قصها. وهكذا تكون كل جذوع الأشجار. والآن ماذا يجب أن نرسم فوق هذه الجذوع؟ نعم، يجب رسم أوراق الأشجار. سنحاول رسمها بألوان الشمع هكذا. سنرسمها بشكل دائري هكذا. نرسم أوراق الأشجار عن طريق رسم دوائر منحنية هكذا. ويمكن استخدام الألوان التي تحبونها. والشجرة التي بجانبها نحاول باللون الأخضر المصفر، ثم الأخرى
باللون الأخضر. هيا نحاول بألوان متعددة. تبدو الغابة رائعة باستخدام الألوان المتعددة لرسم جذوع الأشجار وأيضاً عند رسم أوراقها. هيا نرسم الغابة كما نحب ونريد. وبعد ذلك هيا نلون الجزء السفلي. هذه المرة سنلون بوضع القلم على جانبه. نضع ألوان الشمع على جانبها هكذا ثم نلون. نقوم بتوزيع اللون بشكل جانبي هكذا لنلون. ناعمة جدا، أليس كذلك؟ نفس ألوان الشمع ولكن التلوين برأس القلم هكذا والتلوين بجانبه هكذا مختلف تماما. نضع اللون الأخضر بشكل جانبي هكذا ثم نلون في الأسفل ليبدو مثل العشب. يبدو جميلاً أيضاً أن نلون العشب هكذا ويكون جميلاً أيضاً برسمه بشكل دائري. ارسموا الأعشاب بالطريقة التي تتصورونها وتحبونها. هيا نضع الصمغ مرة أخرى تحت الأجزاء التي لم يتم لصقها جيداً في الأوراق الملونة ونلصقها جيداً. صحيح صحيح، الآن اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ أتشمون رائحة الغابة فعلاً بعد رسمها؟ حاولوا رسم غابة أجمل أيها الأعزاء. الغابة التي يصدر منها رائحة منعشة وجميلة. تطلعوا للقائي في المرة القادمة. إلى اللقاء أيها الأعزاء.